صباح الخير من جديد. رح نكون في فقرة الرياضة اليوم مع كوتش أحمد عريقات وكوتش لونا الحصري. صباح الخير كوتش. صباح الخير كوتش. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك كوتش. أهلا وسهلا. إيش رح تعملوا اليوم؟ اليوم رح نعمل تمرين لحرق الدهون. هنعمل تمرين كارديو 4 دقايق، والأربع دقايق تانية هنعمل تمرين لعضلات البطن. يابس. حلو كتير. بالتوفيق. يسعد صباحكم مشاهدينا. هنبلش وورم أب، إحماء خفيف. هنعمل إحماء لمدة دقيقة. بعدين زي ما حكيت لكم هنعمل تمارين كارديو نحرق فيها سعرات حراريه، بعدين هنعمل تمارين لعضلات البطن. بلش حرك ايدي. انا وكوتش لونا زي ما انتم متعودين علينا متحمسين اليوم كوتش. اه ايدي لورا هلا حافظ رجلي اليمين لبرا شمال يمين. طبعا التمارين اللي راح نعملها اليوم لو نعملها كل يوم لمده 20 او 30 دقيقه كثير راح نستفيد منها على مدار الاسابيع او الايام. هلا حناخذ قدام رجلي 3 4 5 6 7 8 9 10. حنبلش اول تمرين كوتش. حنزل اشتغل بمكاني، هنركض بمكاننا، هنعد للخمسة، نعمل جمب سايد على رجل واحدة 1 2 3 4، نعمل جمب ننزل إشي خفيف نرجع أجين 1 2 3 4، نعمل جمب. هذا تمرين رشاقة 2 3 4 5، جمب أجين 1 2 3 4، جمب آخر واحدة 1 2 3 4، جمب. مكاني بريح شوي. هنعمل جمب سكوات 1 2 3، هنعمل 10 تكرارات 1 2 3 4 5. طبعا التمرين هذا بحرك لنا عضلات الرجلين اكثر شيء 8 9 10. هنعمل ستوب. هلا هنعمل تمرين ساعدنا شوي على البالانس. هنروح لقدام خطوتين على رجلي تنتين وارجع نفس الخطوتين. جاهز كوتش؟ 1 2 go. 1 2 1 again 2 3. 2 more. آخر واحدة. هنرجع نشتغل مكاننا عشان هارت ريت يضل رافع عنا. ترى بلشت نحس بالتعب. هلا نعمل ستوب، ناخذ نفس خفيف ثواني. هنروح ثلاث خطوات شمال ثلاث خطوات يمين، وضل نيز اب لفوق ركب لفوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اخر واحده برضه هرجع مكاني اشتغل. نحاول نرفع لكم نلف فوق شوي اكثر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نعمل ستوب، ناخذ نفس كثير. مرتين اخر واحده. هلا حنبلش تمارين عضلات البطن. حننزل على الارض. اول تمرين اسمه بلانك. حنزل واقع على الارض، حاخذ ايدي اليمين قدام 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كمان واحده 10. نعمل ستوب. طبعا التكرارات بتقدروا تعملوا قد ما بدكم تكرارات، احنا عم نعمل تكرارات قليله لانه معنا وقت كثير قليل. Again coach 1 2 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعمل ستوب. ارجع اقول هلا حنعمل تمرين اسمه V crunches 1 2 go 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 come on 5 1 2 3 4 5 هريح شوي هنعمل تمرين ثاني اسمه تويست جاهز كوتش 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ستوب ريح شوي هنرجع نعمل بلانك بس مو على الالبو اخوانا ايدينا نعمل تاتش للشولدر 1 2 3 زي ما انتم شايفين انا كوتش هنا قصرنا ثابت 4 5 6 7 8 9 10 ريح شوي التمرين هذا لازم خصرنا ضل ثابت والهبس ما نحركهم حتى نستفيد 100% من التمرين again coach let's go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هلا هنعمل اخر تمرين على ظهرنا هننزل نعمل 8 تكرارات يمين 8 شمال 1 باخذ رجل واحدة 2 3 4 5 6 7 اخر واحدة 8 حنبدل الشمال 1 2 3 4 5 6 7 last one 8 نطلع فوق ناخذ نفس كيف كمان مرتين كمان مرة باخذ ايدي على اليمين ننزل لقدام نحاول ننزل للآخر نعمل ستريتشنج منيح هلا هننزل هون للآخر حاول ألمس توز صابع رجلي نروح لورا بنروح يمين حاول ألف خصر على الآخر وخلي خصري ثابت ألف جسمي من فوق شمال هيك نكون خلصنا فقرتنا اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا فيها استنونا الثلاثة الجاي فقرة رياضية جديدة بيوم رياضي جديد يسعد صباحكم